يلا يا عم الارنوب. انا عمال ادور على طرق وصفات في النت ان انا اطبخك واخيرا توصلت الطريقه. هو انت بقى ايه، هتتسلق عادي خالص كانك فرخه تشيكن فراخ عاديه جدا كده، بقى المفروض ان انت هتتحمر، بس هو كل ده لسه متلج. انا عرفت حاجه، اي حاجه بتتسلق لازم يتحط معاها بصل، فانا هحط بصل. وبعد كده نعمل ايه تاني؟ نسخن بقى الميه في الحله كده. الميه سخنت خلاص وطلعت بقى بخار الفيبر كده. ننزل بالبصل تش، ننزل بقى بالارنوب تش. حضر بقى الملوخلق عشان نعمل بقى الملوخيه اللي بالانارب دي. نحط بقى شويه ميه سخنه من الكتل والملح المملح ده ونوديها على النار كده. نعمل بقى شويه مكرونه بالسباجيتي، شويه ميه سخنه من البراد وشويه ملح مملحين. ابتدت الملوخيه تطلع وش كانها قهوه بالظبط. المكرونه استوت اهي. نعمل بقى الصوص بتاع المكرونه. هو ولا صوص ولا حاجه، انت حط شويه معالق صلصه كده، شويه برده ملح وفلفل كده اسود، وقلب قلب. خلاص بقت مكرونه اهي بالصلصه بالسباجيتي. يلا نشوف الارنب.